الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، استشاري جراحات التجميل بكلية طب جامعة القاهرة، عضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة فينس. أهلا بكم. تعالى كده، عايز زعل أي بنت، أي أنسة، أي امرأة، سألها عن سنها ده جدا، وكمان إنها البنت تحس إنها بدأت، أو حد يقول لها أنت ليه باين وشك مرهق، أو حد يقول لها سن أكبر من سنها للمرأة الناضجة، يعني يقول لها أنت وأنت مش كسرتي كذا، ده واحدة صاحبتها عايزة بقى تغيظها، أو واحد مش فاهم أساسا كيف يتعامل مع المرأة. الست عدوها الأول التجاعيد، عدوها الأول عدم النضارة، عدوها الأول إنها تبص للمراية وما تبقاش مبسوطة. ساعتها محدش هيعرف يعني يقنعها بأي شيء غير إنها تصلح اللي هي مش مبسوطة منه. محدش هيقول لها أصل أنت معلش مش نايمة شوية، يمكن زودت في الرجيم، أنت أجهدت نفسك، أصل ده من قلقك. الكلام ده كله الستات ما بيعترفوش بيه. الواقع إن أنا وشي مش منضبط، مش مظبوط، الحتة دي مش مظبوطة داخل الجوه، الحتة دي انخسفت، أي تغير في وجه البنت أو الست يخلي تجاعيد تظهر شيء يقلقها جدا جدا، ولا تقبل إلا بالتجميل كحل. وهنا بقى يبدأ الحوار الهام جدا. الست لما تروح لمنظومة التجميل وتسأل، لما تكون أسئلتها أو طلباتها منطقية وفاهمة العلم ممكن يديها إيه، بتبقى مريحة. غير كده هنفهم هتبقى شكلها عامل إزاي، أو لو مش بقى مش فاهمة التكنولوجيا وصلت لإيه برضو هيبقى أكيد وصراع نفسي. الموضوع النهاردة مثير لأنه يتعلق بتكنولوجيا ويتعلق بحديث، شيء حديث جدا نتكلم فيه طياته النهاردة في جزء مهم جدا من حلقتنا. ضيف العزيز الاسم المتميز، حضور الرائع، وطبعا صاحب الكاريزما الخاصة والمهارة المتميزة، والزميل والصديق العزيز وأيقونة طبعا البرنامج، الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك. وحشني والله. حدل على السلام. الله يسلمك. في مفاجات النهارده، خلينا نقول ان في حاجات جديده النهارده هتتقال، صح؟ ان شاء الله. هل الستات لما يفاجئوا او يكونوا غير راضيين قدام المرايه حلهم بيكون التجميل في الاول، ولا بيتخذوا قرارات مختلفه؟ حلهم بيكون ان هم يتعملهم الاول تقييم، والتقييم بيكون نفسي، مهم جدا اذا كان عندنا حق في الشكوى دي او لا. والنقطة الثانية هم يتخذوا القرار او لا على حسب مدى الوعي ومدى الدراية ومدى الادراك بتاع المشكلة اللي عندهم، وان هل ليها حل ولا لا، وحلها فين الصحيح. طيب النهاردة جولة طويلة عنوانها اعادة نحت الوجه بالفيلر، صح؟ حقيقة يبدو الكلام فيلر، لكن تعالوا نشوف التفاصيل اللي داخل هذا الفيلر، ربما تكون مفاجأة للجميع. تعالوا نروح للأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ جمال الست أول حاجة هي بتهتم بيه، وخصوصا لو في الوش. الوش اول حاجه في اجندتها. ابيض ابيض طبعا، ابيض طبعا. يعني الحاجه اللي بنشوفها في المرايه، الحاجه اللي انت بتشوفها في اي حد، الحاجه اللي الناس بتتعرف بيها على ملامح وحاله الاخر. المراه بتكره الشعور بتقدم السن، وتكره ايضا قوي وتحقد على التجاعيد والكرمشه. الفيلر اسلوب رهيب او رائع للتخلص من الحاجتين دول. ابيض رمادي. رمادي. ليه بقى؟ لانه الفيلر جميل جدا في انه يضيع المراحل الاولى البسيطه، ولكن احنا لو بنتكلم على التجاعيد، في
تجاعيد بتيجي من التعبيرات زي الخطوط اللي بتيجي في الجبهه والخطوط اللي بتيجي كده، في تجاعيد بتيجي مع فقدان الدهون في منطقه الخدود والخطوط اللي بتيجي اللي هي السمايل لاينز والماريونيت لاينز اللي بتيجي بجوار الدقن، خطوط كتيره ممكن تزيد عددها وكميتها. في كلمه فيلر او تملة يعني تاني حاجة بتملى المحتوى. نرجع للحلقة رقم واحد في حياتنا مع بعض، وانت يعني من رواد الإعلام الطبي والمحتوى الداخلي والغلاف الخارجي. المحتوى لو المحتوى والغلاف المحتوى والغلاف، نظرية المحتوى والغلاف في كل جزء من أجزاء الجسم. لو المحتوى قل الفيلر أو المالئ ده يعوضه، ولو الغلاف تراهل لابد أن نلجأ إلى الشد. اتكلمنا في حلقة سابقة عن الشد البسيط بالخيوط والشد الكامل بالجراحة. النهاردة بقى هنتكلم عن حاجة جديدة جدا، وإزاي نرح إن حقنا يكون فيها شد لدرجة جيدة جدا، وده بعد الدراية بعلم التشريح والأربطة اللي هي الريتيننج ليجمنتس اللي بتمسك الوش في مكانه، وازاي ان انا اقدر استعيد وضعها التشريحي تاني علشان الفات كومبارتمنتس او الاماكن او الجيوب الدهنيه في الوجه سواء السطحيه او العميقه لما تدخل جواها وتخش جوه تركيبها الموضوع بقى اعمق بكتير من ان في تجاعيد بتحقنها حقنه. حقنه هتعمل شد، حقنه هتعمل شد، صح كده؟ لو سالتيني السؤال ده من كام شهر كنت اقول لك لا، حقنه هتملى، ما تشاوريش كده حضرتك، هي هتملى المكان ده. انما دلوقتي فاكر الكلام ده، انما دلوقتي نقدر ان احنا نعمل شد بسيط بالتعامل مع الاربطه، مش بس لان في منتجات متطوره بينا بنتعامل معاها وبتتعامل بنسميها فانكشنال فيلرز او الفيلرز الوظيفيه. الوظيفيه يعني ايه؟ يعني تملى وتشد في نفس الوقت، كمان علشان الدرايه التشريحيه، ومش بس الدرايه التشريحيه يا دكتور ايمن، بالتركيب العام لاي انسان، ازاي اقدر احدد حضرتك عندك الرباط ده موجود في انهي مكان فعند الدكتور ايمن؟ من النقطه دي للنقطه دي والارتخاء حصل فيه فين؟ فاحقد تحته فاعوض الارتخاء اللي حصل فيه فيحصل معايا موضوع الشد. يبقى الموضوع هنا غير موضوع ان خد فاضي بملاه وخط فيه تجاعيده بضيعها. طب انا حضرني هنا سؤال يمكن مش موجود في الورق لكن انا فكرت فيه دلوقتي لانه مهم جدا. عندما يقدم العلم او يقدم صناع التكنولوجيا شركات هذه النوعيه من الفلان لجراح يتقن شد الوجه الجراحي ويثق في يده في شد الوجه الجراحي، تمام، اكيد هذه حالة فيها تحدي كبير جدا. ابيض ولا اسود ولا احمر؟ ابيض طبعا. فيها 120 يوم قراءة دراسة كأنك ما درستش تاني. بس هما لما يكلموا مثلا معلش لما يجوا يكلموا دكتور جلدية دي حقيقة. بيع الفكره سهل قوي اللي متعود على انه هو يتعامل بيها وهياخد مزايا اكتر بمنتهى البساطه. انما انت لما بيكون عندك تولز او ادوات معينه تتدرج فيها من ان انت جراح بيور ما بتعملش غير الشد وما بتاخدش غير النتائج الكامله، ما بتعمل الشرايح اللي يعني انا مش عارف هم الصور اللي بنعرضها حقيقي هتبقى مع نفس الكلام بتاعنا ولا لا، بس ده اثناء اعطاء احد التدريبات في في لا هو ده سينكرونس يعني ده متزامن يعني بالزبط. ايه احنا دلوقتي بنوري ان ده في تقييمي لاحد الحالات في بولونيا في ايطاليا قبل ما نعمل الكلام ده ازاي بنشوف الارتخاء والتجاعيد. الحقيقه انه بيع الموضوع سهل دكتور الجلديه، انما الجراح صعب جدا بالذات كمان لو جراح عنيد زي حالتي كده بيعشق الجراحه وبيعشق النتائج الجراحيه. فانت تعلم جدا ان الانسان لا يغير المبادئ اللي هي خاصه بما يفيد الانسان، ولكنه قد يغير المواقف ويغير الاسلوب نتيجه لتطور العلم. قلت من 10 سنين لو في خيط كويس هستعمله، جيت من سنتين بدات اتكلم انه في خيوط بدات تبقى كويسه، من سنه بقت هناك خيوط موثوق فيها اقدر ان انا اجيب بيها نتائج وتحسن نسبي جيد جدا. كمان دلوقتي كنت دايما اقول للناس انه الفيلر ده حاجه بتملى والمحتوى وملوش دعوه بالغلاف، وانه يقلل قليلا من اتساع انما لا يعالج الترهلات اللي بتصيب الجلد. ولكن مع العلم ومع الدراسه اتضح ان الموضوع مش محتوى وغلاف بس يا دكتور ايمن، في جيوب دهنيه سطحيه
وعميقة وتوزيعات ليها وفي أربطة بتمسك الجيوب ديت وبتديني الشكل بتاعها. فأنا مش بس بأستعيد شكل الجيب الدهني ده، أنا كمان ممكن أن أنا أسند الرباط اللي موجود فأطلع عكس اتجاه الجاذبية باللي حصل زي ما شرحته لحضرتك. هي المسألة هديك تشبيه يعني، بس ايه التشبيه ده يفهمه أول العاشقين للقوارب. القوارب الناس العاشقة للقوارب الشرعية دي شبكة جراحة، عايزة بقى تركيز ومهارة وفن، جراحة بالظبط. عشان نقنعهم يركبوا قوارب بتاعت مواتير اللي هي بتاعت الباطور، نقول لهم الموتور هيديكوا نفس المتعة بتاعت الشراح، ده صعب، صعب جدا. فهي الحالة النهاردة كده، النهاردة احنا بننتقل في أجزاء احنا قعدنا نتكلم فيها جراحين على مدار 5 سنين، صح؟ حقيقة. السؤال الجاي كده، يعني السؤال الجاي ده كده، طيب الأنف، واحنا ياما عملنا عمليات أنف، عملت انت عمليات أنف حلوة قوي قوي. السؤالي، الفيلر دخل الآن في عالم تظبيط شكل الأنف، أبيض ولا أسود؟ أبيض. الله. ولكن بالإضافة وليس بالإزالة، يعني إذا كان هناك عظمة زيادة، إذا كان هناك غضاريف عريضة، فأنا ما استطيعش بأي مادة ما إن كانت أن أنا أقلل من الشكل. ولكن إذا كان عندي أنف سدل معقوفة، في عظمة ناقصة، في ديفكت موجود نتيجة لعملية سابقة، في أرنبة أنف سقطة لتحت شوية ممكن أنا أقدر أرفعها، فبدأ هنا. ويمكن في إحدى الصور أنا جايبين حالة وأنا بحقن فيها الأنف فعلا عشان أضبط بها أرنبة الأنف أو أساوي عظم الأنف نتيجة لعملية سابقة، فبالتالي بدأ أنه يكون في دور للحقن في الأنف لتظبيط بعض الأشياء البسيطة لا تستدعي التدخل الجراحي. خلينا نروح برضو للجزء الثاني المحبب إلى قلبي جدا، وهنشوف حالات طبعا خاصة بهذه التكنولوجيا الحديثة، وهي في المتهم والجاني والبريء. جاني، متهم، أم بريء؟ من يقوم بتصغير حجم الأنف بطريقة غير متناسبة مع باقي ملامح الوجه؟ تلاقي من آخر الصور طبعا كده، وده بشوفه كتير قوي. ده بقى متهم ولا جاني ولا بريء؟ اي حاجه في الانف بيبقى جاني. جاني. مفيش هزار، مفيش تسامح في الانف عندنا خالص. جاني. بس مقاييس، هناك مقاييس. مفيش حاجه اسمها انف جميل، مفيش حاجه اسمها انف مثالي، ولكن هناك الانف المناسب اللي بيتاخد له قياسات قبل الجراحه. قبل اجراء حقن الفيلر يقوم التخدير، يقوم الطبيب بتخدير الوجه قبل الحقن، خدر الوجه كله قبل الحقن. ده متهم اللي يقوم كده، ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ الفيلر تخدير حضرتك قصدك بيه تخدير موضعي يعني ولا كلي ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا التخدير ثلاث انواع. في تخدير عام اللي هو البنج، طبعا ما فيش حد بيعمل فيلر في عمليات اساسا عشان ياخد بنج كلي. وتخدير اسمه ريجونال او منطقه، اللي هو انا ببلوك فيه عصب معين ماشي في مكان معين، فالعصب ده بيغذي منطقه كبيره قوي، فانا بمجرد ما انا بعمل العصب فبتلاقي المنطقه دي كلها ما بتحسش، زي ما بيعمل دكتور الاسنان مثلا او احنا بنعمل في تجميل انف او شد الجفون. وفي التخدير الانفلتريشن، انا بحقن كذا مكان. التلاته دول مش محتاجينهم اصلا. اللي احنا محتاجينه ايه؟ الكريم. في العياده عادي خالص كريم بنحطه كده، بتقعد 5 دقائق 10 دقائق وبعدين بنعمل الحقن. زي ما احنا شايفين دي حاله لاحدى حالات الحقن مع الشد بالفانكشنال فيلر. انا عايز الناس تحفظ كلمه فانكشنال فيلر، اللي هو الفيلر الوظيفي. وظيفته ايه بقى حضرتك، او ليه سموه وظيفي؟ لانه قام بدورين، بدور الملل ودور الشد. طيب طبعا شكلها قبل وشكلها بعد على الناحيه الاخرى مباشره بمجرد حقن الفيلر، ودي انا عاملها من ساعه وانا جاي يعني الحقيقه، يعني محمود خد الصوره سريعا يعني. طيب السؤال الجاي ده سهل خالص، استخدام الخيوط في كل الحالات، في كل الحالات لشد الوجه؟ لا طبعا ده خطأ طبعا، يعني ده 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 لا متهم. متهم. في ناس بتعمل كده؟ انا ما اعرفش حد بيعمل كده، لانه احنا دلوقتي في ايرا، وحضرتك تعلم ذلك جيدا، انه بقى في حاجه اسمها سيرتيفايد تريننج.
التدريب المعتمد أو معتمد. تدريب معتمد، مفيش حاجه اسمها حد يعمل حاجه الا لما يكون معاه شهاده ان هو يعرف يعملها. وبالتالي الساده الزملاء اللي قائمين على ده حريصين جدا ان المنتج بتاعهم ما يتباعش الا لحد معاه الشهاده، ما بقاش الموضوع متوفر كده. طيب انا هروح معاك بقى في التقسيمه في الكوليكشن اللي احنا عاملينه ده، لان واضح ان النهارده بيلعب ثلاث لاعبين، الفينر بشكله الجديد والبوتوكس والخيوط. جميل، كويس كده. التلاتة نسمع عنهم ملذ وطاب في الوهم والشك، وبيتوه اليقين في التلاتة حقيقة يعني. فخلينا نشوف نفرق بين الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟ الفيلر والبوتوكس الاثنين وجهين لعملة واحدة، ما ينفعش الاستغناء عن اي منهما طالما هتعامل مع الوجه. ده في دماغ ناس كتير بالبلدي، كل ست رايحه تعمل في وشها حاجه تقول لك انا هحقن فيلر وبوتوكس الاثنين مع بعض. ده الكلام ده وهم ولا شغل يقين؟ يقين يقين. حضرتك طبعا كنت متوقع اجابه مخالفه، ولكن لو رجعنا لاول جمله قلناها في الحلقه، انه احنا التجاعيد عندنا نوعين، تجاعيد تعبيريه ونتيجه لتقلص في العضلات وتاثير ذلك على الغلاف الجلدي، وتجاعيد ثابته اللي هي نتجت عن ارتخاء الاربطه وفقدان الدهون. زمان كنت اقول فقدان الدهون وارتخاء الاربطه، اتضح ان موضوع اربطه الوجه ده يعني علم بديع. يعني لما تلاقي ان تشكيله شكل كل انسان مرتبطه باربطه زي الاربطه اللي موجوده في المفاصل والاربطه اللي موجوده بين العضلات، حاجه سبحان الله لما بتبقى دارسها وعارفها وتقدر تحدد التشريح الخارجي بتاعها او اللي بنسميه السيرفس اناتومي، بتبقى حاجه جميله. فاحنا فعلا هما مش وجهان لعمله واحده، هما يعني زي ايديا الاثنين كده، انا ما اقدرش ان انا اشتغل بايد واحده. هي انا هعالج بده التجاعيد الديناميكيه وده بالتجاعيد الاستاتيكيه. فيلر نتائجه بتظهر في نفس الجلسه مباشره. حقيقي. يقين. طب ناس راحت لناس. بالذات الفانكشنال فيلر اللي ما بيعملش تورم ولا احمرار في ساعتها. حضرتك شفت الحاله انا يعني اللي ده فاتت ده والاستاذ دوت كمان برضو، ده بمجرد انت ما بتحقن خلاص، وفي معظم الاحيان حتى ما بيحتاجوش للفاين تاتش او اعاده ان احنا نعمل حاجه تاني. يعني مثلا في هذه الصوره في اثار تجاعيد حب الشباب في حفره تحت عينه الشمال زي ما يكون شبه كانها ضربه سكينه، بس طبعا او ضربه مطوه خفيف، بس مش ضربه مطوه الحقيقه، هي انخساف جامد قوي الحقيقه. ده فيلر لازم يكون بحذر مع شاب، يعني لازم يكون بحذر، لازم نعمله بدرجه من الحذر عشان ما نقلبش البنت الحقيقه، دوبك نضيع الـ 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 نضيع الديفو، بس نضيع الديفو. طب نشوف بعد كده، نشوف بعد ضيعنا الديفو، ضيعنا، بس ما ياخدش اكتر حتى لو هو فرض اكتر من كده يبقى مبالغ فيه، يبقى مبالغ فيه بالظبط، يبقى مبالغ بالظبط. بس حلو قوي ده، ده الفيلر الجديد، ده الجديد، ده الجديد. راحت الحته الشمال بقى شاب وشه عاد، وحب الشباب اطاره راحت بالظبط، رائع. من الواضح ان تكنولوجيا علم صناعات التجميل يهاجم بقوه مناطق مؤثره في عالم الجراحه، يهاجمها، وهذا ليس هجوم، لكن احنا عشان احنا بنتكلم لغه اعلاميه فلازم نطفي على الامور شكل من اشكال السسبنس والاثاره. لكن يبقى انه جراح التجميل عندما يتقبلون تقنيه من التقنيات التي تتعامل مع المناطق المحرمه المقدسه في اذهانهم، مناطق الشد، مناطق الجراحه المطلقه، مناطق الانف، فينبغي ان ننظر لهذه التقنيات باحترام، ولكن تحتاج الى تفصيلات كبيره. ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز والأداء المتميز، وكالعادة دائما بنطرح الملفات الساخنة، وربما يكون هذا من أهم الملفات في 2017. طبعا ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد كان في الناس الحلوة في واحدة من أهم الحلقات، ولكن
انا متاكد انها ستكون سلسله عنوانها في الاساس ما بين الجراحه والتقنيات الحديثه. الفارق قد يكون واضح وقد يكون غير واضح. من الذي يقرر؟ اكيد ضيف العزيز في اللقاء القادم. خليكم دايما معنا. سلام. بنستعصي الجزء من الغضروف عن طريق الليزر التداخلي عن طريق المنظار، بنستعصي الجزء من الغضروف منه. الجهاز ده يعتبر 12 جهاز في جهاز واحد، في 12 الكترود ب 12 ويف لينز ب 12 طول موجي بباور معينه، بتدخل للانسجه على طبقات معينه وبتدي تعالج الالتهابات الموجوده. بس غالبا في الركبه بنستعمل البلو ليزر وليو ليزر بس اغلب. دول يحلوا لي كم مشكله في الركبه؟ بيحلوا غالبا بيخلي العين يتحرك.